مساء الخير للجميع. في وقت اللي صوت العنف والرصاص بملا بلدنا وبلداتنا الحبيبة حوالينا، لابد من انه نعطي فرصة للقاء يعلو فيه صوت الأدب والفن والشعر. لابد انه يكون في تكاتف. بس لو سمحتوا لي الحلوين الصغار اللي على الشمال بدنا شوية هدوء. نحن معا سنرسم واقعا أكثر جمالا، وسنترك بصمة على مجتمعنا بنسائه ورجاله وأولاده وبناته. باسمي شخصيا وباسم جميع زميلاتي بجمعية البير، أوحد بالحضور وأحتفل معكم بباكورة أمسياتنا الشعرية اللي نتأمل جدا إنها تقلب لنهج وليس لعمل لمرة واحدة. حضوركم بدف المكان، استجابتكم للدعوة هي مؤشر بأنه يمكن أن تكون عارة وعرعرة عنوان لندوات أدبية وثقافية ليس فقط للبلد أو للبلدين، وإنما لوادينا جميعاً وللمنطقة كلها. وهو وعد بأن الآتي أجمل وسيأتي. جمعية البير هي جمعية، أنا رح أختصر قدر الإمكان لأنه الليلة طويلة وفي ناس اللي بينتظروا وإحنا بننتظر نسمعهم، ولكن بهمني أحكي إنه جمعية البير هي جمعية عنوان وبيت لرجال البلد ونساء البلد والمنطقة. هي جمعية اللي زي ما ذكرت زميلتي سماهر أقامتها نساء اللي كان في عندها عينين تتطلع، أذنين تسمع، رأس يحلل ويفكر، ورؤية ناقدة لكل ما لا يرضي لا شعبنا الحبيب ولا بلادنا ولا أهالينا. احنا بنشتغل بالجمعية على محاور متعددة، منها محور الوالدية، وكلنا نعرف بأنه موضوع الوالدية هو موضوع إحدى الركائز الأساسية بالتعامل والتربية والتنشئة السليمة لحتى نوصل لفرد عالم بتاريخه بماضيه، واعي وحاضره، ولديه القدرة والرغبة بترك بصمة على مستقبله ومستقبل مجتمعه وشعبه. المحور الثاني هو المحور الثقافي، وكم نحن عطاشة للثقافة. جميعكم تعلمون بأن للأسف الشديد هنالك غربة ما بيننا وبين تذوق الأدب واللغة والكتابة بعصر سريع، عصر آلي. لذلك الثقافة هو محور اللي راح من خلاله نقدم أمسيات عديدة جدا، منها عرض أفلام، منها أمسيات شعرية، منها أمسيات فنية. نأمل حضوركم لأنه فقط بكم وبكنا يستمر المشوار. المحور الأخير هو محور الفنون، وإحنا بشراكة رائعة مع مدرسة طه حسين، مدرسة الظهرات، مدرسة عراق الشباب، مدارس من كفر قرع ما وصلت دور لحتى نبدأ نشتغل معها، لأنه الفن له دور بأنه يدوزن شخصياتنا وبأنه يوعينا لقضايا اللي بنقدر نتعامل معها بطريقة مختلفة. أهلا وسهلا بالجميع، ومتأمل أمسية هيك رائعة، وكمان مرة أهلا وسهلا. شكرا لك سمية ولجمعية البير التي عودتنا دائما على كل ما هو مميز وراقي. أدعو السيد نزار عيد
رئيس لجنة آباء أهالي طلاب مدرسة طه حسين، تفضل. السلام عليكم لجميع الآباء الأمهات الطلاب في المدرسة، لجميع الأهالي الآباء الطلاب الأمهات في مدرسة طه حسين. أول شيء بحييكم مش كرئيس لجنة أهالي، إنما كخريج من مدرسة طه حسين. أنا تلمذت في مدرسة طه حسين، خرجت منها سنة 86، والسنة 1/9/2011 عدت لمدرسة طه حسين كأب لطالبي في الصف الأول. فهي أول تجربة لي كأب اللي عنده طلاب بتعلموا في مدرسة، وكان وقع الاختيار على مدرسة طه حسين لكفاءة المعلمين والمعلمات والطاقم الموجودين فيها ولقربها من الحارة. آمل إنه اللقاء هذا زي ما قلت أنا للأخت ماهر إنه يكون إنه إحنا موجودين في الممر، بس آمل إنه هذا الممر يكون هو الممر للانطلاق والممر الآمن لانطلاقة اللي راح يعني يكون في جميع المدارس وعرقرة. آمل إنه نقدر ننسخ هاي التجربة في جميع المدارس، ويكون الحوار في البلد هو حوار شعر وأدب وثقافة، بدل ما يكون حوار العنف والطواش والمسبيات والمكاتلة بين الأولاد وبين الأهالي. من أغلب المشاكل اللي بتقع في الوسط العربي بتبدأ بين ولدين بصف البستان بتكاتلوا بالروضة أو في البستان، تصل للأم للأب وبعدين للعيلة للعم للخال، بتصير طوشة بالبلد بين الكبار، وثاني يوم الولدين اللي تكاتلوا في الروضة أو في البستان بيكونوا يلعبوا مع بعض مبسوطين مكيفين. بهذه المناسبة بنتهزها وبرحب بجميع الشعراء والأدباء الموجودين بيننا، وباسم الجميع من يعني بقدم التعازي لعائلة جبران بمناسبة يعني لأجل وفاة الشاعر والكاتب والأديب سالم جبران اللي ربنا يعني توفى قبل 3 أيام، وآمل إنه ربنا عوضنا عن جد في بدل سالم جبران في شعراء وأدباء في من هذا الأمة ومن هذا الشعب اللي يقدر يقود هذا الشعب، لانه بس بلغة الحوار والثقافة. ومناش ننسى يا جماعة انه احنا شعب اقرأ، واول كلمة نزلت على سيدنا محمد هي اقرأ. ولكن للأسف الشديد اذا ننسى الحال ننسى سؤال يا جماعة، وين اخر كتاب قرأناه؟ وين اخر قصيدة قرأناها؟ وين اخر امسية شعرية ذوتناها؟ وخلي السؤال مفتوح للجميع، ويعطيكم العافية واهلا وسهلا بكم. لا بد لي أن أستدرك أمر بس لانفعالي غاب عني. بجمعية البير في مجموعة نساء رائعات من عارة وعرعرة متطوعات، هن نساء الخطاف. نساء الخطاف هن نساء من حاراتنا، من أحيائنا، أمهات لأولاد بمدارسنا، اللي روح العطاء والانتماء عندهن من أجمل ما يكون. هن اللي موجودات دائما على يميننا بالمبادرة، بالتنفيذ، بالتخطيط، بالهمة العالية، بالمساعدة. أنا بطلب من نساء الخطاف يوقفوا الحضور منهن، بس مشان نشوفهم بطلب من الجميع يحيوهن. وأنا أعتذر جدا فقط لانفعالي هيك وتوتري شوي من الحديث خلاني انساكم، بس انتم تعرفوا انه انتم دائما على راس القائمه، وبدونكم كثير من مشاريعنا ما بتمشي كما يجب. الف شكر وتحيه كبيره لكم. انا كمان من انفعالي نسيت مجموعه نساء كثير مهمه بالنسبه لمدرسه طه حسين، انا بعتذر عن النسيان هذا. نساء اللي هن اداريات المنتدى، في عندنا نساء بالمدرسة اللي بديروا منتدى المدرسة بشبكة الإنترنت، فبرضو بدي أحييهن وأطلب منهن برضو يوقفوا علشان أنتوا تعرفوهن. طبعاً شكراً نزار، شكراً سمية وسماهر على الملاحظات، وأكيد بتأمل إنه هاي الشراكة بين المدرسة والأهالي
تستمر وكمان تتطور أكثر. للشعر في حياتنا دور كبير، فهو من الركائز الأساسية للكثير من المجتمعات. رسالته هادفة يحملها الشعراء لينثروا المبادئ والقيم والأهداف السامية، ليرتقوا بأنفسهم ومجتمعهم. ولكي نتعرف على شعرائنا عن كثب ونطلع على ما يحملوه إلينا من رسائل، أدعو السيد مفيد صداوي لإدارة الأمسية ومحاورة شعرائنا. مفيد تفضل. مساء الخير. لئلا أنسى أن أحيي، فأبدأ بتحية طلاب وطالبات المنتدى الثقافي في المدرسة الثانوية الذي أنشئ حديثا وبعضهم موجودين عندنا. فطلاب المنتدى الثقافي في الثانوية وقفوا وقفوا اللي هون اللي هون. هذا التثاقف الرائع، هذا التثاقف الرائع بين المدارس وبين المؤسسات وبين الجمعيات وبين أهالي القرية هو الذي سيوصل هذا البلد ويوصل قرانا ومدننا إلى ما نصب إليه من جمالية، إلى ما نصب إليه من وئام، إلى ما نصب إليه من إخاء. تشجيع المؤسسات المدنية وليس المؤسسات العائلية. المنتدى البير هو مؤسسة مدنية تقوم على قيم معينة، على أهداف معينة. المنتدى الثقافي في المدرسة الثانوية مؤسسة مدنية. الأحزاب والأطر السياسية مدنية. هذه الأطر مجتمعة هي التي ستوصل بلدنا وتوصل قرانا بعيدا عن العنف، بعيدا عن كل ما هو سيء لقرانا ولمدننا ولأهلنا. هذه هي الحياة. نزار يتحدث عن كونه طالبا في هذه المدرسة وهو اليوم رئيس لجنة أولياء الأمور. هذا أحمد يونس رئيس رهط النمر ولا الأرنب في مدرسة السلام، وهو الآن أحد أعلام الرياضة في عرعرة. هذه هي طبيعة الحياة. وطبعا وغني عن التعريف بقية الحضور من مدراء مدارس ومديرات وزملاء. هذا ما نريد من هذه اللقاءات أن ننشطه وأن نعمل به وأن نتقدم به نحو بلدنا. بلدنا هذا البلد الطيب، بلد الخطاف، أيضا كان له باع طويل في الشعراء الشعبيين والشعراء الرسميين، وبعضهم قضى نحبه مثل المرحوم الشاعر أحمد طاهر يونس، المرحوم شاعر الخطاف أبو فاضل محمود محمد يونس، المرحوم عبد الله يونس من الشعراء اللي موجودين، الباقي معنا والذي نأمل أن يعود إلى الشعر عمر مرعي، كتب ديوان شعر ولم يكمل. وهناك أيضا بينكم وفي عرعرة المزيد من الناس من يكتبون الشعر ومن يرغبون في قول الشعر وقول الأدب. هذا بلد معطاء، بلد هو أم الفحم وكفر قرع، يحمون وادي عارة، يحمون جبل الخطاف، ولديهم الكثير مما يقولون في الأدب والفن، بحيث يستطيعون الوصول إلى القمم العالية في هذا الوطن الطيب، وطن الشعر، وطن الأدب، وطن إبراهيم تقام، وطن أبو سلمى، وطن محمود درويش، وطن غيرهم من الشعراء الطيبين. في هذه الأمسية سنستضيف شعراء كبار لهم دواوين، وشعراء في خطواتهم الأولى لم يصدروا دواوين بعد، وسنستضيف أيضا باقات جميلة، نبتات جميلة موجودة في مدارسنا. يتوسم المعلمون أن يكونوا شعراء، أن يكونوا علماء، أن يكونوا أطباء، أن يكونوا قادة المجتمع. معنا الشاعر المخضرم والكبير
رئيس مجلسنا المحلي لفترتين متتاليتين الحاج مصطفى الجمال أصدر ثلاث دواوين شعرية آخرها لما بزغ الفجر، أصدرنا صدر دار الأماني، وبالإمكان كمان هذه مش دعاية لكن حقيقة نريد أن تقرأوه، بالإمكان قراءته، بالإمكان التوصل عليه. ستكون أمسيتنا بالشكل التالي: نقدم الشاعر ثم يلقي نموذجا من قصيدته أو من قصائده، قصيدة أو قصيدتين،